السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة هو ترتيب الأعداد الصحيحة والمقارنة بينهم. يعني إيه ترتيب الأعداد؟ ترتيب الأعداد يعني رتب الكبير الصغير الصغير الكبير، مقارنة بينهما برضو عشان أنا أختار العدد الكبير من العدد الصغير. طيب، أنا عارفة إن لو عندي 3 و2 في إن 3 أكبر من 2، دي معروف 3 أكبر من 2، وواحد الواحد أصغر من 2 والاتنين أكبر من 1 بالنسبة لخط الأعداد، والصفر عندي هنا، يبقى 3 أكبر من 2 والاتنين أكبر من 1. طيب على خط الأعداد بقى، 3 دي بتقع فين بالنسبة للاتنين؟ هنلاحظ معايا بقى هنا 3 بتقع على يمين الاتنين، والواحد بيقع على يسارها، اليسار. يبقى 3 بتقع على اليمين، والتلاتة أكبر من 2، والاتنين بتقع على، والواحد بيقع على اليسار، والواحد أصغر من 2. يعني لو كتبتها أكتبها إزاي؟ أكتبها كده، 3 أكبر من 2، 3 تقع على اليمين، الواحد أصغر من 2، الواحد بيقع على اليسار. طب دي بالنسبة للأعداد اللي احنا سميناها السنة دي أعداد موجبة، اللي هي كنا بنستخدمها طول السنين اللي فاتت، اسمها أعداد موجبة. إنها بالنسبة للأعداد السالبة بقى، -1 -2 -3، إزاي أرتب وأعرف مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير؟ هستخدم اللي أنا أعرفه من الناحيتين دول في إن أنا أرتب أعداد السالب. إزاي؟ 3 تقع على اليمين، عشان كده 3 هي كبيرة أكبر من 2، والواحد بيقع على اليسار، عشان كده الواحد هو الصغير. يبقى هنستفيد من هنا ان اللي بيقع على اليمين هو الكبير، واللي بيقع على اليسار هو الصغير. مين اللي بيقع على اليمين؟ مين اللي بيقع على اليسار؟ يبقى انا اول حددت الاتجاهات وعرفت مين فيهم الكبير بعد كده ومين فيهم الصغير. اللي بيقع على اليمين -1، يبقى -1 اكبر من -2. اللي بيقع على اليسار -3، يبقى -3 أصغر من -2. نكتبها بقى كده، -3 تقع على اليسار، يبقى -3 أصغر. -1 يقع على اليمين، يبقى -1 أكبر. طب حد يسألني بقى ازاي؟ ازاي -2 أكبر من -3؟ احنا مش قلنا قبل كده ان اعداد السالبة يعني خسارة؟ ولو انا لو انا معايا 5 جنيه وخسرت 2 جنيه، يبقى معايا كام؟ يبقى فاضل معايا 3. ولو انا معايا 5 وخسرت 3، يبقى فاضل معايا كام؟ 2. يبقى الخسارة لما اخسر 2 جنيه احسن من لما اخسر 3، يبقى -2 اكبر من -3. خلاص عرفنا ايه هي، ازاي نرتب الاعداد الصحيحه السالبه، وازاي نرتب الاعداد الصحيحه الموجبه اللي احنا اساسا عارفينها. الحاجات الجديده اللي عندي ان الاعداد الصحيحه السالبه، العدد كل ما كان قريب من الصفر كل ما كان كبير، كل ما كان بعيد عن الصفر كل ما كان صغير. يعني -4 اصغر من -3، اصغر من -2، اصغر من -1، كل ما بعد كل ما صغر، كل ما قرب من الصفر كل ما كبر. طيب تعالى نطلع بقى هنا من هنا كذا علاقة. أول حاجة، الصفر ليس عدد موجب وليس عدد سالب، لكن الصفر بالنسبة للأعداد الموجبة هو أصغر من أي عدد موجب، والصفر بالنسبة للأعداد السالبة هو أكبر، عشان هو على يمين الأعداد السالبة، يبقى الصفر أكبر من أي عدد سالب. الصفر أكبر من أي عدد سالب، الصفر أصغر من أي عدد موجب. طيب لو بصيت على الأعداد الموجبة بس من غير الصفر، مين أصغر واحد فيهم؟ أصغر واحد في الأعداد الموجبة اللي هو الواحد. ومين أكبر واحد فيهم؟ -1 يعتبر إيه بالنسبة للأعداد السالبة؟ -1 هو الكبير، يبقى -1 أكبر الأعداد السالبة، والواحد أصغر الأعداد الموجبة. يلا -6 يقع على يسار. -6 ادي -6 هو على يسار. على يسار مين؟ على يسار مين بقى -6؟ مين اللي جنبيها من ناحية اليمين؟ سالب
خمس، يبقى سالب ستة تقع على يسار مين؟ السالب خمسة. ولذلك فإن سالب ستة أصغر من سالب خمسة، يعني سالب خمسة أكبر منها. سالب ستة بتقع على يسار، يعني سالب ستة صغيرة 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 بالنسبة لمين؟ لسالب خمسة، عشان سالب خمسة سالب خمسة أقرب للصفر من سالب ستة. عدد سالب أربعة، سالب أربعة يقع على يمين، يعني إيه يقع على يمين؟ يعني سالب أربعة كبير، كبير بالنسبة لمين؟ كبير بالنسبة لسالب خمسة، لأن سالب أربعة أقرب من سالب خمسة للصفر، لذلك سالب أربعة أكبر من سالب خمسة. العدد الصحيح السابق، يعني إيه سابق؟ يعني أصغر. يعني إيه سابق؟ يعني صغير صغير. طالما العدد الصحيح السابق الصغير الأصغر من سالب ستة، محدش يقول لي بقى لا السابق يبقى سالب تمانية. لا، مين هو الصغير بالنسبة لسالب تسعة؟ سالب عشرة ولا سالب تمانية؟ انت هتختار هنا من سالب تمانية وسالب عشرة، معلش اكتب في الأول لغاية ما تتعود. مين فيهم الصغير، سالب تمانية ولا سالب عشرة؟ كل ما بعد عن الصفر كل ما بعيد كل ما كان صغير، يبقى مين فيهم الصغير؟ سالب عشرة. يبقى السابق يعني الصغير. العدد الصحيح التالي الكبير، التالي يعني الكبير. مين العدد الصحيح التالي اللي بعد الكبير؟ الكبير أكبر من الصفر، الواحد. الأعداد المحصورة ما بين سالب تلاتة وخمسة، دي نعمل جدول، نعمل خط الأعداد. يبقى سالب تلاتة، هنلاقي بعديها سالب اتنين، سالب واحد، صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وفي الآخر خمسة. اكمل بنفس ايه ترتيب، سالب سبعة، سالب خمسة، سالب تلاتة، بلاقي نفسي ان انا بصغر كل شوية اتنين، يبقى سالب واحد، بعدها بخطوتين الواحد، التلاتة، الخمسة. رتب الأعداد الصحيحة تصاعديا ورتبها تنازليا. خلاص، رتب الأعداد الصحيحة ترتيب تصاعدي، يعني ترتيب تصاعدي من ايه؟ من الصغير لغاية الكبير. مين فيهم الصغير ومين فيهم الكبير؟ ادي صاد الموجب وادي الصفر وادي صاد السالب. مين فيهم الصغير ومين فيهم الكبير؟ الصغير خالص اللي هو الصفر، الصاد السالب، وبعد كده الصفر، وبعد كده صاد الموجب. يبقى نختار الاول الاعداد الصحيحه السالبه. فين الاعداد الصحيحه السالبه؟ عدد صحيح سالب، عدد صحيح سالب. كل ما كان بعيد عن الصفر كل ما كان صغير. انا عايزه الصغير، مين الصغير فيهم؟ اللي هو البعيد عن الصفر، سالب 22. يبقى سالب 22 الأول، بعد كده قربنا شوية من صفر وصلنا لسالب 20، بعد كده قربنا شوية وصلنا لسالب 17، بعد كده هنوصل للصفر اللي هو بعد كده هننتقل للأعداد الموجبة. بعد كده نلاقي وصلنا للاتنين وبعد كده للست. رتب الأعداد تنازلي، يعني ايه تنازلي؟ يعني من الكبير للصغير. ومين أكبر واحد؟ صاد الموجب الأول، وبعد كده الصفر، وبعد كده صاد السالب. يبقى أنا هختار الأول الأعداد الموجبة. فين الأعداد الموجبة؟ أربعة ولا تمنتاشر؟ مين الكبير؟ التمنتاشر. الأربعة خلاص، والصفر فاصل ما بينهم. نيجي بعد كده الأعداد السالبة، سالب خمسة، سالب سبعتاشر، سالب واحد. أقرب واحد للصفر سالب واحد، سالب خمسة، سالب سبعتاشر. نفهم من هنا ان كل ما كان ب يقع على اليسار يبقى ب صغير عن الألف، ب يقع على يسار الألف يبقى ب أصغر من الألف، ب يقع على يمين الألف يبقى ب أكبر من الألف. صفر أصغر من أي عدد موجب، خلي بالك كلمة أي هنا بتفرق، لأن أصغر عدد موجب هو الواحد. الصفر أكبر من أي عدد سالب برضه اهي، لأن أكبر عدد سالب هنا هو السالب واحد. أكبر عدد سالب هو سالب واحد، أصغر عدد موجب هو الواحد. دي حاجات دي مهمة جدا بصراحة، مش محتاجة إن أنا أنبه عليها ودايما بتيجي.
اكتب العدد الصحيح السابق، قلنا سابق يعني صغير، اصغر اصغر منه على طول، سالب 17 اصغر منه على طول سالب 18، سالب 13 اصغر منه على طول هو سالب 12، سالب 14. اكرر الكلمة دي معايا عشان تساعدني في الاول لغاية ما نتدرب. السابق هو الاصغر منه على طول، الصفر اللي اصغر منه على طول اللي هو سالب 1، التسعة الاصغر منها على طول 8. شفنا بقى، لاحظنا هنا من كتر ما هنكرر هنفهم على طول، هنكتبها على طول، مش لازم نفكر ان السابق يعني اللي قبله. اكمل بوضع علامة اكبر او اصغر او يساوي. القيمة المطلقة لسالب 3، خلي بالك انا ما بقارنش بين سالب 3 والاتنين، القيمة المطلقة لأي عدد سالب هو عدد موجب، القيمة المطلقة لسالب 3 هو التلاتة، مين فيهم كبير مين فيهم صغير؟ التلاتة أكبر. سالب القيمة المطلقة لسالب 8، القيمة المطلقة لسالب 8 هي 8، سالب القيمة المطلقة لسالب 8 تبقى سالب 8، لأن 8 هتطلع من بره، سالب 8 هتطلع من القيمة المطلقة بموجب 8، موجب 8 هتلاقي بره السالب يبقى سالب 8. سالب 8 و4 مين فيهم كبير ومين فيهم صغير؟ الأربعة طبعا، العدد الموجب هو أكبر من عدد أي عدد سالب. سالب 6 وسالب 7 مين فيهم القريب من الصفر؟ لسالب 6، يبقى سالب 6 أكبر، سالب 6 بتقع على يمين السالب 7. 2 زائد سالب 2، القيمة المطلقة لسالب 2 هي الاتنين، 2 زائد 2 بـ4، 4 وسالب 4، العدد الموجب أكبر من العدد السالب. 1 وسالب 1، العدد الموجب أكبر من العدد السالب. الصفر أكبر من أي عدد سالب. وبكده نعرف نرتب الأعداد الصحيحة السالبة والأعداد الصحيحة الموجبة، ونعرف نربط ما بينهم بعلامة أكبر وأصغر ويساوي. مع نفهم نتعلم ببساطة.